سفاري بارك موجود عند مطار امبابة اسفل الطريق الدائري جنب محور احمد عرابي الجديد. بص لو ما رحتش المكان ده قبل كده هقول لك اسهل طريقه، لانه في ناس بتقول كلام غريب وعجيب على النت. احسن طريقه تركب المترو الخط الثالث وتنزل محطه الكتكات، هتطلع من المحطه هتعدي تلاقي عربيات بتنادي الدائري، اركبها وقول له عايز سفاري بارك، هينزلك قصاد البوابه، وانت راجع ارجع بنفس الطريقه. سعر الدخول 30 جنيه وبتفتح من الساعة 9 الصبح للساعة 12 بالليل. سفاري بارك احنا بنتكلم عن 40 فدان، علشان كده في حاجات كتير قوي موجودة في الحديقة، لكن هي غالب عليها روح الفيوم. هتلاقي اول ما تدخل شلالات بشكل شلالات وادي الريان مع الفارق، في منطقة اسمها منطقة السوائي محاكاة لسوائل الفيوم، موجود فيها كوبري مائي على المنطقة بتاعة البحيرة، في ملاهي فيها ألعاب كتير وفيها حديقة حيوان مفتوحة. فاكرين حديقة الحيوان بتاعة الأطفال اللي كانت في حديقة حيوان الجيزة؟ الحيوانات دي جت هنا، اللي عرفت تيجي يعني. في أبراج حمام، ممكن تركب جمل، ممكن تركب حصان، وطبعا في طفطف. فالجو العام كأنك رحت الفيوم. تعالوا نشوف الحاجات دي حاجة حاجة، يلا بينا. في هنا اكتر من مطعم وكافيه، لكن قبل ما انسى حضراتكم بتجيبوا اكل وشرب زي ما انتم عايزين، مفيش اي مشكله، علشان كده سفاري بارك سبقت حديقه الميريلاند في الترتيب. وبالنسبه للترتيب ده اختيار الشخصي، انتم اتفرجوا على الحدائق كلها ورتبوهم زي ما انتم عايزين على حسب الاقرب ليكم، الاسهل في الوصول، الارخص، زي ما تحب. لكن في المجمل دي افضل حدائق موجوده عندنا في القاهره. هنا منطقة البحيرة وده الكوبري المائي، القوارب دي بتتأجر لو حد عايز يعمل جولة في البحيرة ولا حاجة. بحيرة كبيرة ما شاء الله وممتدة لمنطقة البستان اللي فيها السوائي، هنشوفها بعد شوية. تعالوا في الأول أخليكم تشوفوا أبراج الحمام الموجودة هنا. طبعا لو الصبح أعتقد كان ممكن نشوف حمام يعني، المفروض مرة تانية نبقى نتفرج حضراتكم على الحديقة الصبح إن شاء الله. دي بقى منطقة البستان من أجمل وأروق الأماكن. تعالوا نشوف السوائي. السوائي زي ما حضراتكم شايفين محاكاة لسوائل الفيوم، لكن للأسف هم مش بيشغلوها. عندنا في مصر بيحبوا يريحوا دماغهم، حاجة زي دي اتعملت والبحيرة موجودة، ليه ما تشتغلش؟ نفرج عليها ونعلم الأطفال ونبسط الناس، الله المستعان. سألت واحد شغال هنا هي بتشتغل، قال لي أنا شفتهم شغلوها مرة واحدة أو مرتين بالكتير في المناسبات المهمة جدا، مش عارف ايه المهمة جدا. تعالوا نروح نشوف منطقة الملاهي وحديقة الحيوان. في هنا حصان وجمل لو حد عايز يعمل لفة. الملاهي وحديقة الحيوان جنب بعض وبتدفع لهم عند نفس الكاشير. أسعار الملاهي بتبدأ الألعاب من 15 جنيه لغاية 40 جنيه. بالنسبة صحيح للأطفال أنا نسيت أقول لكم، في الدخول بياخدوا تذكرة كاملة من 4 سنين. حديقة الحيوان الموجودة هنا مجازا يعني ب 25 جنيه، والصراحة ما فيهاش حاجة يعني، هتشوفوا كم حيوان كده يتعدوا على الصوابع. أنا دخلتها عشان تتفرجوا على الحيوانات اللي فيها، كم حاجة بسيطة كده. نشوف بقى الألعاب الموجودة في الملاهي والحيوانات الموجودة ونرجع علشان هنروح مدينة نصر نتفرج على الحديقة الدولية.
روح انت، ما حدش دخل لك النهارده خالص. بص يا خلوزي.